الشأن التربوي الآن، حيث راسلت وزارة الداخلية مختلف بلديات الوطن من أجل الشروع في عملية توفير بطاقة التعريف البيومترية لتلاميذ البكالوريا، أين تنقل فريق من البلديات لمؤسسات تربوية قصد إبلاغ مدرائها بضرورة تحضير الملفات بداية الأسبوع القادم. ولتفادي غياب التلاميذ عن الحصص الدراسية، قررت بعض البلديات تقديم خدمة استثنائية وتمديد ساعات دفع الملفات من 5 مساء إلى 8 مساء لتكملة كل الملفات خلال شهر واحد والتغطية لهاجر زليلف. البارح في 16 وين لحقتنا البرقية، وين تحتنا أنه نديروا تنسيق مع الثانويات الموجودة على مستوى الإقليم البلدية تاعنا، وين اليوم الصباح توجهنا لهذه الثانويات وين بلغناهم لازم يبداو يوجدوا لنا الملفات تاع التلاميذ، وحنا رانا معاهم بالتنسيق يعني يوميا، ووقت ما يوجدوا الملفات تاع التلاميذ يعني يعطوهم لنا، وين حنا نبداو نديروا في الحجز تاعهم، ومن بعد نبعثوا لهم باش يبداو يبعثوا لنا التلاميذ. ممكن انهم باش نتجنبوا الغيابات تاع الدروس وين نخلوا التلاميذ يعني يقراوا، درنا لهم استثنائيا يعني وين فتحنا المصلحة نبداو نفتحوها من 5 تاع العشية إلى غاية 8 تاع الليل، وين يعني الطلاب يتمكنوا من نهاية الدروس تاعهم ويجوا باش ناخذوا لهم الصور وأخذ البصمات. يعني هي يوم الأحد إن شاء الله وين رايحين نبداو بداية يعني عملية، وين نبداو نصوروا ناخذوا واسمو على بالك حنا رانا مربوطين مع وقت، يعني رانا مجبرين أن قبل نهاية الشهر وين نكملوا هذه العملية يعني.